ورجعنا لكم مرة تانية على الهواء مباشرة، وبنبدأ مع حضراتكم فقرة الصحافة. منورنا الكاتب الصحفي المتميز أستاذ حسام الدين حداد. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ صباح الخير يا فندم. نبدأ على طول من جريدة الأهرام ونستعرض أخبارنا النهاردة. الرئيس عبد الفتاح السيسي خفض الدين أنعام وزيادة الاحتياطي النقدي، تفاصيل الخبر أستاذ حسام. هو في اجتماعه أمس مع المهندس شريف إسماعيل صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية خفض الدين العام وزيادة الاحتياطي النقدي بجانب التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لرفع الدخول وتقليل أعداد البطالة. ودي خطوة مهمة جدا. دايما كنا بنقول إن احنا مهم إن الحكومة أو السلطة التنفيذية أنها تاخد بالها من البعد الاجتماعي للإصلاح الاقتصادي وعملية الإصلاح، ودي تعد خطوة من أهم الخطوات أن احنا نهتم بالمشروعات الصغيرة والمشروعات الأكثر صغرا كمان. وعندنا تجارب كتير في العالم سبقتنا ليها بنجلاديش مثلا، وسبقتنا ليها ألمانيا في الاهتمام بالمشروعات الصغيرة أو الورش الصغيرة، ودي اللي كانت قاطرة الاقتصاد الألماني في وقت من الأوقات. ده مهم جدا لأنه هيشغل أعداد كتير من البطالة اللي موجودة، هيخفض معدلات البطالة، هيفتح أسواق جديدة، هيساعد على عملية تقليل الدين العام، هيساعد على عملية كسر حالة الكساد اللي وزيادة موجودة الإنتاج عامة، وزيادة الإنتاج بالتالي هيؤدي إلى حالة من حالات تصديرية اللي ممكن تكون خطوة تالية لده، بالتالي هيكون عندنا عملة صعبة، وبالتالي اقتصادنا هينمو بشكل طبيعي وبشكل جيد. دي كلها حاجات من المفترض أنها كانت تحصل من أول فترة الحكومة تشتغل فيها ليركزوا على مسألة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سبيل انعاش الاقتصاد المصري. كنا ناخد بالنا منها دلوقتي، ده شيء جيد جدا، وربما تكون خطوة على الطريق، خصوصا ان الجلسة او الزيارة بتاعت صندوق النقد الدولي خلال اليومين اللي فاتوا دول هتستمر شوية معنا عشان تحدد القيمة الإجمالية اللي هتدفعها او باقي القرض اللي هو 2 مليار دولار خلال الفترة القادمة. صحيح. يعني نروح للوطن الصفحة الثانية. صواريخ نص الليل تنذر بحرب إسرائيلية إيرانية على الأراضي السورية. هو اللي حصل طبعا تبادل إطلاق النار بين سوريا وبين إسرائيل وإيران. إيران أو الكتائب الإيرانية في سوريا. ده شيء ممكن يؤدي إلى حالة من حالات الالتهاب في المنطقة أو زيادة حدة التوتر في المنطقة، خصوصا ان ده حصل بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الايراني وفرض عقوبات امس برضو على ايران عقوبات جديده، وحط بعض المنظمات على قوائم الارهاب او في القائمه السوداء للارهاب الامريكي. ده كله بيزيد من توتر المنطقة، وخصوصا احنا كان المفترض ان احنا ندخل على عمليات حلول سياسية للوضع في سوريا وحلول جذرية للمشكلة السورية بحيث ان احنا نهدي الأوضاع فيها شوية. بس حتى كمان تصريحات الجانب الإسرائيلي دايما كانت بتقول ان هي تنهي الوجود الإيراني في سوريا. ما احنا في إسرائيل استخدمت استفزازات كتير جدا خلال الفترة السابقة. معلش هستاذن حضرتك، نطلع فاصل ونرجع مره تانية. فاصل سريع. ورجعنا لكم مره تانية مع الكاتب الصحفي المتميز استاذ حسام الحداد. استاذ حسام، كنا بنتكلم عن صواريخ نص الليل تنذر بحرب اسرائيليه ايرانيه على الاراضي السوريه، ودي من جريده الوطن الصفحه الثانيه. حضرتك كنت بتقولي عن الاستفزازات من الجانب الاسرائيلي. هو قامت اسرائيل او زي ما بنسميه دايما الكيان الصهيوني يعني بعمليه استفزازات كتيره جدا للجانب الايراني خلال الفتره السابقه، خصوصا بعد زادت هذه الاستفزازات بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، وامس فرض ترامب عقوبات جديده على ايران وقال هيستمر فرض العقوبات على الجانب الايراني. ده بجانب ان هو حط بعض المنظمات والشخصيات الإيرانية على القائمة السوداء للإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية.
كل ده بينذر بتوترات زائدة في المنطقة، خصوصا بعد تحقيق المكاسب على تنظيم الدولة داعش في الأراضي السورية وحصار داعش في الأراضي السورية واحتمالية أو قرب انتهاء هذا التنظيم في الأراضي السورية. دايما بنقول ان الامريكان دائما بيعملوا على حفظ مصالحهم في المنطقة اذا كانت في سوريا او في العراق او غيره، وعارفين كلنا ان اسرائيل مرتبطة بعلاقات قوية جدا مع الجانب الامريكي، او الجانب الامريكي بيحافظ على وجود الكيان الصهيوني بشكل كبير جدا، وإن المخطط اللي كان من المفترض أنه يحصل في سوريا أو في مصر أو في السعودية أو في غيرها قبل 2013 قبل 30/6 تحديداً 2016 هو تقسيم هذه الدول إلى مجموعة دويلات صغيرة، والمشروع ده بيحاولوا تنفيذه بشكل كبير في سوريا عشان ما بيقدروش ينفذوه في مصر خلال الفترات اللي فاتت، ومصر رجعت بشكل قوي خلال المدة اللي فاتت. بنلاقي مثلاً تركيا داخلة عفرين، بنلاقي حرب الأكراد في الشمال، بنلاقي ضربات موجود في سوريا، ضربات موجودة من الجانب الإسرائيلي على السوريين أو على المناطق معينة في سوريا. كل ده محاولة لإعادة تقسيم الشرق الأوسط مرة تانية. الإشكالية إن استفزاز إيران للمنطقة دي أولا، يعني بنطمن الناس بشكل عام إن حرب عالمية ثالثة أو الحرب الموسعة أو الحرب الشاملة بين إيران وإسرائيل لن تحدث. زي ما قلنا يمكن هناك حرب بين فريقين كبار إذا كانت روسيا وأمريكا على أرض سوريا والمتفرجون عرب، يعني ده خلاصة المشهد اللي احنا فيه. نتمنى تدخلات من جامعة الدول العربية طبعا لوقف هذا النزيف من الدماء إذا كان للجانب السوري أو الجانب الفلسطيني حتى، وعدم الزج ببعض التنظيمات اللي موجودة في القلب من في قلب إسرائيل زي حماس أو غيره. يعني لازم لو المشكلة كمان في الجانب الفلسطيني، يعني يتم بس التصالح ما بين حماس وفتح، لو حصل عشان بس لو يكون حصل في وحدة تصالح في الصف الفلسطيني. لو حصل تصالح بين فتح وحماس استحالة أن المنطقة تخش حالة من حالات التوتر الشديد الفترة اللي جاية، لأن اللعب كله دلوقتي أو الاستفزازات كلها دلوقتي على أن حماس تتسرع وتضرب صاروخين في الهواء زي ما كانت بتعمل زمان، فنبدأ في مشكلات جديدة، خصوصا ان مظاهرات العودة ويوم النكبة جاي الفلسطيني، فهيحصل تراشقات او ما، نتمنى ان ده ما يحصلش خلال الفترة اللي جاية. هنروح الاخبار الصفحة الاولى. الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماع مع سيد اسماعيل والسيد عامر تخفيف الاعباء عن الفئات الاكثر احتياجا. حضرتك شايف كمان الحكومة قدرت ان هي تنجح في مراقبة الاسواق ومراقبة الاسعار، بما ان الناس دايما بتشتكي لحد دلوقتي ان ارتفاع الاسعار وان ما فيش سعر ثابت في كثير من الاحتياجات، يعني كثير من السلع والادويه، احنا قدرنا ان احنا ننجح في الكلام ده؟ نرجع للمساله الاساسيه، قلنا ما فيش حاجه اسمها اصلاح اقتصادي بدون بعد اجتماعي، او الاقتصاد بشكل عام هو مرتبط بالبعد الاجتماعي بتاعه وتخفيف الاعباء على المواطن. دي المهمه الاساسيه لاي حكومه في العالم، هي تخفيف الاعباء على المواطنين بتوعها. كون الحكومه حكومه المهندس شريف اسماعيل لم تنجح حتى الان لتخفيف اعباء المواطنين، فنقدر نحط مجموعه كبيره من ملاحظات عليها، وممكن نعيد نظر في تغيير بعض الوزراء أو تغيير حتى الوزارة كلها، ده مش عيب ولا حرام، ولكن لابد من النظر للبعد الاجتماعي في العملية الاقتصادية. الناس بتقول سعر الدولار ثابت، فاحنا سعر ايه السلع بتغلى؟ سعر الدولار ثابت ده موضوع، وموضوع السلع بتغلى ده حاجة تانية. لأن أنا بتقول لك الدولار، أنا بتكلم عن الناس اللي في الشارع. احنا مشكلتنا حاجة، إن احنا حاليا من 2011 لغاية دلوقتي تراجعنا في العملية الإنتاجية، ما احنا نقول اللي لينا واللي علينا. صحيح. الحكومة إلى الآن فاشلة في إدارة الملف الاجتماعي. ده ما يقدرش حد أو عاقل ينكره. كويس. ولكن في المقابل في فشل برضو في العملية الإنتاجية. صحيح. أنا ما بقدمش إنتاج. صحيح. كويس. ما عنديش شركات جديدة. أنا بستورد بنحتاجه. دلوقتي يعني في المعدلات الاستيراد بتلاقي أنت نفسك بتستوردي 70% من زيت الطعام.
الزيت اللي انت بتاكليه. بتستوردي حاليا ما يزيد عن 70% من الفول اللي بتفطري بيه الصبح، الفول المدمس يعني. الفول اللي احنا كنا بنزرعه وبنصدره احنا دلوقتي بنستورد حوالي ما يقرب من 80% منه. كويس، دول سلعتين اساسيين غير الرز غير السكر غير 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 غير، فبقينا قائمين على الاستيراد. الاستيراد ده سعره متحرك، ولكن اقدر اقول حاجه برضو لحكومه شريف اسماعيل عليها، ان يعني هو عايز يربط لي الاسعار بالاسعار العالميه، انا معاه. على سبيل المثال رفع تذكره المترو، قال لك الاسعار العالميه والحكايه والروايه، انا معاك، ارفع الاسعار حسب الاسعار العالميه، يعني قدم لي خدمات حسب الاسعار العالميه، ولكن في المقابل ان تقدم لي خدمه بمواصفات عالميه. دي نمره واحد. نمره اتنين، قوه العمل هي سلعه، يعني صحيح. قوه العمل في قانون العمل حتى سلعه، مجهود مقابل اجر، وبناء عليه لازم تربط لي قوة العمل بالأسعار العالمية برضو. يعني تشوف للساعة في أوروبا زيادة الدخول يعني فيها كام؟ أيوة، أصل أنت هتزود الأسعار والدخل ثابت، أنت بتزيدني إفقارا وبتحط بتدخل شرائح كبيرة جدا تحت خط الفقر. ومجرد الأسواق يا أستاذ حسام، يعني أنا مثلا جنبي سوبر ماركت أو جنبي مثلا بقال، الاسعار كل يوم بتختلف، اسعار الادويه كل يوم بتزيد. احنا عندنا اشكاليه يعني اشكاليات كتير جدا في مساله الاسواق. وحل سيارات الجيش او سيارات وزاره الزراعه انها تنزل تعمل مش عارف ايه، ده مش حل جذري، لانها بتختار برضو مناطق معينه ما بتوصلش للمستحقين. كويس، والسلع ما بتبقاش جيده، يعني عشان برضو نقول لينا ولا السلع بتاعه اذا كان الجيش او وزاره الزراعه برضو ما بتبقاش جيده، لان بعض الاحيان العربيات بتتعطل بتتاخر بتقف وقت طويل في الشمس، فالسلع بينوبها ما ينوبها من عوامل التعريق او التلف او غيره. كل ده لازم يتهيكل ولازم نحط له حدود. زمان كنا بنقول في مراقبة الأسعار، وحتى كانت بعض الجرائد بتكتب أسعار الخضار على الصفحة الأولى أو الصفحة الأخيرة، يعني ده كنا بنشوفه. دلوقتي ما نقدرش نعمل ده، وقلنا كتير جدا ياريت السوبر ماركت يحط لي سعر السلعة، أو الشركة اللي بتنتج لو كيس لبن تحط لي سعره عليه، عشان السوق ما تعرضنيش لمشكلة مع التاجر وإنه يرفع سعره كل شوية. مسألة الدواء واحد مش موجود، يعني نمرة واحد مش موجودة، فعلا أدوية كتير مش موجودة. نمرة اتنين، ان حتى لو كانت الأدوية موجودة بتتفاوت أسعارها من صيدلية لصيدلية، وكل يوم غير كده وكده. احنا قافلين الاستيراد لحد كبير، ولكن في أدوية ما ينفعش اقفل على الاستيراد. على سبيل المثال امبارح راكب مع سواق تاكسي حقنة ب 8 جنيه هو جايبها ب 75 جنيه. يعني ده يرضي مين؟ يعني لأن الحقنة مش موجودة وإنتاج مصري على فكرة، بس هي شحة من السوق. طب شحة ليه من السوق؟ ما بتدخلش للشركة ليه وتقول لها زودي إنتاجك؟ لأن العلاج ده مهم جدا، وقلنا كتير جدا إن الصحة أمن قومي، يعني ما ينفعش التلاعب فيها وما ينفعش إنها تكون عرضة. هو فيها طبعا حاجات كتيرة جدا، يعني الناس بتتكلم على فرض الضرائب التصاعدية على الأغنياء، وبنتكلم على التحصيل الضريبي من الشركات الكبرى. ده من زمان قلنا الكلام ده من زمان، ولا حياة لمن تنادي يعني. خلينا عشان فاضلين 3 دقايق محتاجين المصري يوم الصفحة الأولى. سيناء 2018 مقتل 21 تكفيريا وتدمير 390 وقرا. البيان رقم 21 اللي أصدره المتحدث العسكري أمس بيقول ان هم قدروا يتغلبوا على 21 او يصفوا 21 ارهابي، وغير بعض الاوكار وهدمها وهكذا. العمليه عمليه سيناء 2018 دي حرب حقيقيه على داعش، ودايما بنقول يعني احنا قلنا على الحكومه في حاجات سلبيه، برضه لا بنقول برضه ان في حاجات ايجابيه. يعني طبعا الجيش قايم بواجبه تماما في سيناء وقايم بحرب فعليه، وقلنا ده اكتر من مره ان احنا من 2014 لغايه دلوقتي بنحارب داعش وحدنا تماما. ولو نفتكر تصريح من شهرين قاله اردوغان في البرلمان التركي ان هو ارسل الدواعش اللي خرجوا من سوريا والعراق إلى سيناء.
فده كان تصريح مهم جدا، يمكن بعض القنوات او بعض الصحف ما خدتش بالها منه، وفعلا احنا شفنا ده بعينينا، وان في تدفقات عناصر ارهابيه كتير دخلوا لسيناء عن طريق الانفاق. عشان كده اسرعنا بالمصالحه الفلسطينيه عشان نقدر نظبط الحدود مع غزه، لان المشكله كلها جايه لنا من قطاع غزه ومن الانفاق اللي في قطاع غزه. طيب ده مهم جدا ان احنا ناكد عليه، ان في حرب فعليه وحرب حقيقيه طبعاً. واحنا بنحاربها لوحدنا، مش 30 دوله بتحارب داعش زي ما حاصل في سوريا او غيرها. طيب خلينا نروح لمصر اليوم، وده اخر خبر معانا. صندوق النقد نتائج مراجعه الاصلاح بعد اسبوعين. هو في زيارة دلوقتي لوفد صندوق النقد الدولي بيراجع الميزانية وبيراجع ما تم إنجازه من عمليات إصلاح اقتصادي مع البنك المركزي المصري ومع التضامن الاجتماعي ومع غيرها من المؤسسات المصرية. في المفروض يقدم النتائج، لان في دفعه 2 مليار دولار من المفترض ان احنا نستلمهم اخر مايو الجاري، وبناء على التقرير ده هنقول اذا كنا هنستلم ولا لا من صندوق النقد الدولي. نتمنى ان التقرير يطلع ايجابي وان المسائل تمشي بطريقه سليمه. طيب خلينا ناخد الخبر الاخير يا استاذ حسام، لانه خبر يعني ايجابي. اهلا رمضان يفتح ابوابه للجمهور بمركز القاهره للمؤتمرات. ده خبر مهم طبعا، خصوصا كل سنه والشعب المصري والمسلمين جميعا بخير، وربنا يعيده على الامه بخير وسلام يا رب، وتكون الظروف افضل من كده بكتير. في محاوله من وزاره التموين انها تخفف الاعباء على المواطنين بتعمل ده، وكان الاول تدشين لده السنه اللي فاتت. ده بيقدم اسعار فعلا الى حد كبير مخفضه، ونتمنى ان هو ما يبقاش في المؤتمرات بس، لا ده ينزل للناس اللي في الدويقه واللي هنا واللي هنا، وينزل للناس الشعبيين فعلا اللي يستحقوا الاسعار دي. ونتمنى زي ما حضرتك بتقولي وزي ما كل الناس بتطالب ضبط الاسعار ومراقبه الاسواق بشكل كبير، ده هيخف من اعباء المواطنين طبعا بشكل كبير جدا. وكل سنه واحنا طيبين. كل سنه وحضرتك طيب استاذ حسام. كان معانا الاستاذ حسام الحداد الكاتب الصحفي، بشكرك يا فندم، اتمنى لك يوم سعيد. شكرا. وكل سنه وحضرتك طيب، هنتقابل بعد كده ان شاء الله في رمضان ان شاء الله. فاصل سريع ونستكمل مع حضراتكم باقي فقراتنا للنهارده يوم الجمعه.